القرآن الكريم والمدارس والمعاهد القرآنية بمدينتنا لوج، ثم جاء تأسيس مؤسسة الاستقامة لتعليم القرآن الكريم وعلومه ثمرة من ثمار تلك الجهود المباركة. لقد تعلمنا من سيرة شيخنا شيخ يحيى رحمه الله أن العطاء في الحياة والإخلاص في العمل بوجه الله تعالى هو أساس النجاح والفلاح. الحاج يحيى تبنى موضوع تربية الشباب في المدارس، فكان أن أنشأ في المساجد دورة للطلبة لتعليمهم النظر الرباطي وقواعد الإسلام والتشاهد، فكان 12 كثير في نجد رحمه الله. قدمي رحمه الله وتقبله في الصالحين. وإذا كانت تقاليد محافل التأبين تحية لمسيرة الفقيه وتذكارا لسيرته وتذاكرا لفكره وإحياء لرسالته. ماذا أقول في 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 فقد هذا الشيخ على ما سمعته من طلابه ومن شيخه ومن أحبابه ومريديه؟ ضجت لموتك بالبكاء خرائد، وبكاك في الدمع الغزير شباب، ونعيت في شرق البلاد وغربها، وسعى لك العلماء والكتاب. سأتعرض لدوره العلمي والعملي في تعاونه مع مكتب أوقافنا لوج. نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للضيوف مدينتنا لوج من مختلف مناطق ليبيا الذين تحملوا مشاق السمع والبصر، له حضوره المشهود وآداؤه الرصين. باسمي وباسم مشائخ مدينة نالوج الفضلاء، نقدم تعازينا لأسرة المرحوم شيخنا وأستاذنا الفاضل يحيى مسعود يحيى المقدم، ونستمطر شآبيب الرحمة والرضوان على روحه الطاهرة.